قالوا زمان يا ابني ما تكبرش الموضوع، الانسان ما هو الا شويه نفس داخل وشويه نفس خارج. وجت تمارين اليوجا التنفسيه تفوكس على المعلومه دي وقالت لك اقعد هادي، فرد نفسك، تنفس بهدوء، اتامل الاكسجين وهو داخل للانج البلود فيسلز ثم لكل خليه من خلايا جسمك، خرج نفس لبره، مع كل نفس بيخرج حس الكربون دايوكسيد وهو بيسيب كل خلية من خلايا جسمك وبيسيب اللنج وبيخرج وطارد مع الهموم. تكرار الحركة دي أكتر من مرة يخليك ايه؟ مور ريلاكسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الدكاترة عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. معاكم شروق رضا، امتياز طب البشري. جايين النهاردة نتكلم عن أحد أهم النعم اللي ربنا أنعم علينا بيها، وهي الريسبيريشن، وازاي نعمل لها ريجوليشن. اولا انا عندي تو تايب اوف ميكانيزم بيريجوليت البريسنج يا اولاد، نيرفس ميكانيزم وكيميكال ميكانيزم. والنيرفس ميكانيزم ده اهم حاجه. ليه اهم حاجه؟ لان اي تغيرات كيميائيه هترد برضو على النيرفس سيستم وهو اللي هيتحكم فيها. فالتو تايب اوف ميكانيزم اللي عندي ايه؟ نيرفس وكيميكال، والنيرفس هو الاهم. تمام. اي فايتال ساينز عندي في جسمي لازم يكون ليها سنترز موجود. طب الريسبيراتوري سنترز دي موجوده فين؟ موجوده في البرين ستيم. انهي مكان في البرين ستيم بالظبط؟ مضلة وبونز. ايه ده، اكتر من ريسبيراتوري سنترز؟ ايوه يا وليد، المضلة ليها دور والبونز ليها دور. المضلة موجود فيها الاكسبيراتوري سنترز والانسبيراتوري سنترز. طب يبقى كده خلاص السنترز خلصت، مش انا عندي الريسبيريشن ما هو الا انسبيريشن واكسبيريشن، فانا كده مش محتاج سنترز تاني. لا يا وليد، سبحان الله، كل شيء عند ربنا بمقدار. ما اداش لحاجه السيطرة، ما اداش لسنتر السيطرة على حاجة غير لما يكون في سنتر تاني بيتحكم فيه وبيكوردينيت الحركات اللي بتخرج منه. فانا دلوقتي في المضلة اللي عندها اكسبيراتوري وانسبيراتوري سنترز ليها حد بيتحكم فيها، وهي مين؟ وهي السنترز اللي موجودة في البونز. السنترز اللي موجودة في البونز دي اسمهم ايه؟ اسمهم ابنيوستيك سنتر، نيموتاكسيك سنتر، وابنيوستيك سنتر. نيموتاكسيك سنتر بتبعت ايه؟ انهيبيتوري امبلس للمضله، تقول لها ما تشتغليش دلوقتي. الابنيوستيك اريا بتبعت ايه؟ اكزايتاتوري امبلس للمضله، تقول لها اشتغلي دلوقتي. يبقى انا دلوقتي سبحان الله على نعمه ربنا ادى لحد حاجه يعملها، وادى لحد حاجه ينظم الحاجه اللي غيره بيعملها. ادى المضله البيزك ريزم بتاع الريسبيريشن اللي هو اكسبيريشن وانسبيريشن، وادى البونز القدرة على الكوردينيشن للحركات دي. مادام عندي حركتين متضادتين في جسمي يبقى لازم يكون حد بيعرف يسيطر عليه وبيكنترول الحركات دي. هما مين؟ ابنيوستيك سنتر ونيموتاكسيك سنتر. ابنيوستيك سنتر بتبعت اكزايتاتوري امبلس، ونيموتاكسيك سنتر بتبعت انهيبيتوري امبلس. تمام. الميدالري ريزميزيتي اريا يعني السنترز اللي موجوده في المضله اهميتها ايه يا اولاد؟ اهميتها البيزك ريزم اوف ريسبيريشن، هي المسؤوله اصلا عن البيزك ريزم بتاع الريسبيريشن، هي لان اصلا هي اللي موجود فيها الاكسبيراتور والانسبيراتور اير. يبقى البيزك ريزم بتاع الريسبيريشن موجود مين؟ موجود فين؟ موجود في المضله، وبيكونتين ايه؟ بيكونتين ريسبيراتوري اريا واكسبيراتوري اريا. تمام. بيقولك بقى في الكوايت بريسنج وانت بتتنفس بتعمل انسبيريشن واكسبيريشن، عمليه الانسبيريشن دي بتاخد ثانيتين، انك تاخد نفس لجوه ده بياخد ثانيتين، وعمليه الاكسبيريشن بتاخد 3 ثواني، وهي انك بتريح. يبقى انا في الانسبيريشن ببذل مجهود في ثانيتين ثم بقف لمده 3 ثواني. ايه ده بقف؟ انت بتقولي احنا بنقول انسبيريشن واكسبيريشن؟ ايوه، ما هو الاكسبيريشن ده ما هو الا ان الانسبيريشن مش شغال. زي ما انت بتذاكر بالظبط، انا بذاكر ساعتين بريح 3 4 5 ساعات برضه سبحان الله في انفسكم ما افلتوا تبصرون. الريسبيراتوري سنترز شغاله كده، الريسبيراتوري اريا تشتغل ساعتين وتريح، اثناء ما هي مريحه احنا كده بنعتبر ان الاكسبيراتوري اريا شغاله لمده 3 ثواني. تمام. ايه اللي بيحصل بقى؟ الريسبيراتوري اريا وهي شغاله بقى على مدار الثانيتين شغاله، بتبعت ايه؟ بتبعت امبلس ماشي
للانتركوستال نيرف والفرينك نيرف. تبع يبقى الانسبيراتوري اري تبعت امبلس على لنيرفين، انتركوستال نيرف وفرينك نيرف. انتركوستال نيرف علشان الاكسترنال انتركوستال ماسل، والفرينك نيرف عشان الدايفريم بيخليهم ينقبضوا. يبقى الانسبيراتوري اري هتبعت امبلس على طول للانتركوستال ماسل للاكسترنال انتركوستال ماسل، للانتركوستال نيرف للاكسترنال انتركوستال ماسل، وهتبعت امبلس على طول الفرينك نيرف للدايفريم عشان تخليهم يكونتراكت وعمليه الريسبيريشن تحصل. طيب الاكسبيريشن اللي هو بياخد 3 ثواني، ده اللي بيحصل، اللي بيحصل ان بس الانسبيراتوري اريا مش شغاله، فما فيش امبلس هتخرج منها للنيرفات ومن ثم للعضلات، ما فيش مصر كونتراكشن، اللي هو يعني بنعتبره ان ده مصر ريلاكسيشن، والعمليه دي بتاخد 3 ثواني. تمام، يبقى ده يا اولاد الكوايت ريسبيريشن. كوايت ريسبيريشن بيحصل فيه ايه؟ انسبيريشن لمده ثانيتين واكسبيريشن لمده 3 ثواني، ان الانسبيراتوري اريا بتخرج امبلس للاكسترنال انتركوستال ماسل والديافريم من خلال الانتركوستال نيرف والفرينك نيرف. العكس بيحصل في الاكسبيريشن، اكسبيريشن يعني ان الانسبيراتوري اريا مش شغال، دي بتاخد 3 ثواني. مفيش انسبيراتوري اريا شغال يعني مفيش امبلس بتخرج، يعني مفيش مصر كونتراكشن، يعني نقول عليها مصر ريلاكسيشن. طيب في الفورسفول بريسنج بقى، في الفورسفول بريسنج بقى الاسبيراتوري اريا ما بتسكتش وتقول ابدا انا مش هشتغل لوحدي بقى، يا اكسبيراتوري اريا لازم تشتغلي معايا. يبقى في الفورسفول بريسنج الاكسبيراتوري اريا اخيرا بقى ليها دور. مين اللي عمل لها اكسايتيشن؟ برضو الاسبيراتوري راحت عملتها اكتيفيشن، قلت لها بقى اشتغلي، انا هشتغل وانت كمان اشتغلي. طيب لما الاكسبيراتوري اريا بتشتغل بتعمل ايه؟ بتبعت امبلس تروح لمين؟ تروح للانتركوستال ماسلز والابدومينال ماسلز. تمام، تخليها تشتغل. يبقى الانسبيراتوري اريا هتروح تشغل الانسبيراتوري هتروح تشغل الاكسترنال انتركوستال ماسل والديافريم، وهتروح تشغل الاكسبيراتوري اريا اللي الاكسبيراتوري اريا دي بدورها هتشغل مين؟ الانترنال انتركوستال ماسل والابدومينال ماسل. تمام، يبقى الاكسبيراتوري لما بتشتغل بتشغل مين؟ الانترنال، مع ان دي اكس بتشغل ان عادي، اكس بتشغل ان، زي ما الان انسبيراتوري اريا بتشغل الاكسترنال انتركوستال ماسلز. تمام تمام، يبقى في الفورسفول بريسنج نفرق، في الفورسفول بريسنج الانسبيراتوري اريا ما بتسكتش تقول ابدا لازم الاكسبيراتوري اريا تشتغلي معايا، تشتغل الاكسبيراتوري اريا تروح بعت امبلس لمين؟ للانترنال انتركوستال ماسل والابدومينال ماسل، قول لها بقى اشتغلي عشان احنا عايزين نوسع الثراس الكافيتي اكتر من كده، عايزين ناخد تنفس عميق افضل من كده. تمام، حتى هو شوفوا هنا في الكوايت بريسنج والفورسفول بريسنج الثراس الكيدج حجمه اختلف، لان انا في الفورسفول بريسنج شغلت عضلات اكتر فوسعت اكتر، شغلت عضلات اكتر من خلال ايه؟ من خلال اكسبيراتوري اريا اللي بعتت امبلس ليمين للانترنال انتركوستال ماسل والابدومينال ماسل. تمام، بقى انا كده خدت مين يا اولاد؟ خدت الريسبيراتوري سنترز اللي موجوده في المظله، وخدت كلمت عن الكوايت بريسنج والفورسفول بريسنج اللي بيحصل فيها. خلاص انا كده خلصت ايه؟ البيزك ريزم اوف ريسبيريشن اللي هو الاكسبيريشن انسبير، خلصت البيزك ريزم. انا بقى عايز اعمل كوردينيشن للترانزيشن ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن من خلال السنترز اللي موجوده، مين اللي موجوده في البونز. يبقى السنترز اللي موجوده في البونز هتعمل ايه؟ كوردينيت بقى الحركتين المتضادتين، ما هو التنفس الانسبيريشن والاكسبيريشن دي حركتين متضادتين، فلازم يكون فيها حاجه بتعملها كوردينيشن. مين اللي هيبقى مسؤول عنها؟ يبقى مسؤول عنها السنترز الموجوده في البونز اللي هم مين؟ اللي هم النيموتاكسيك اريا والابنيوستيك اريا. تعالوا نرجع للرسمه تاني، الصوره بتاعتنا النيموتاكسيك سنتر وابنيوستيك سنتر. النيموتاكسيك سنتر موجوده فين يا ولاد؟ موجوده في الابر بونز اهي، والابنيوستيك سنترز موجوده في اللور بونز. ده اول فرق. تاني فرق ما بينهم؟ الابنيوستيك سنتر بتبعت انهيبيتوري امبلس لمين؟ للمظله. فين في المظله بالظبط؟ انسبيراتوري سنتر. ليه الانسبيراتوري سنتر؟ لان اصلا البيزك ريزم معتمد اساسا عن انسبيراتوري سنتر. احنا بنقول البيزك ريزم المسؤول عنه المظله، هو المسؤول عن المظله عشان المظله فيها انسبيراتوري اري، بس احنا اصلا ممكن نريفير البيزك ريزم ده للانسبيراتوري سنترز لوحده، لان اصلا اكسبيراتوري ملوش دور قوي غير في الفورسفول بريسنج. تمام تمام، طيب الابنيوستيك اريا لما بتشتغل بتبعت اكزايتاتوري امبلس للمظله
اللي فين في المظلة بالظبط للانسبيراتوري سنترز برضو، هو ده الحاجة اللي شغالة. فانا هبعت لك اكسيتاتوري امبلس. يبقى دلوقتي اول فرق خدناه النيموتاكسيك سنتر موجودة في الابر بونز والابنيوستيك موجودة في اللور بونز. تاني فرق ان النيموتاكسيك سنتر بتبعت انهيبيتوري امبلس للانسبيراتوري سنتر، انما الابنيوستيك سنتر بتبعت اكسيتاتوري امبلس للانسبيراتوري سنترز. النيموتاكسيك سنترز لما تبعت انهيبيتوري امبلس للانسبيراتوري سنترز يعني تقول لها بس كفايه، فيا عيني الانسبيراتوري سنترز ما بتلحقش تكمل الدوره بتاعتها، ما بتلحقش تكمل الثانيتين، تقول لها بس كفايه بس كفايه بس كفايه. فلذلك لما النيموتاكسيك سنتر تشتغل جامد قوي او يحصل اي ديسيز يشغل او يحصل اي مثلا كونديشن تخلي النيموتاكسيك سنتر ده يشتغل، هيخلي الريت بتاع الريسبيريشن سريع، اللي هو ما بيلحقش رابد وشورت، رابد وشورت، رابد وشورت، رابد وشورت. انما الابنيوستيك سنتر ده بيبعت اكسيتاتوري امبلس انسبيراتوري سنترز يقول لها اشتغلي، فلما تشتغل بقى تاخد راحتها وتاخد وقتها وتكمل الثانيتين بتوعها وزياده. عشان كده لما بيحصل اي حاجه بتزود الابنيوستيك سنتر، بتعمل ستيموشن الابنيوستيك سنتر، بتخلي الانسبيراتوري سنتر يشتغل كويس، فبنخلي البريسنج ديب ولونج، خد راحتك معاك وقتك، انا همدك كل شويه. انما الانهيبيتوري بس بقى بيلهوج الريت. تعالوا نرجع بقى للسلايد الاساسي. بيقول ايه ان البونز الامبورتانس بتاعها بتكوردينيت ترانزيشن ما بين الانهيليشن والاكسهاليشن. النيموتاكسيك اريا موجوده في الابر بونز والابنيوستيك اريا موجوده في اللور بونز. النيموتاكسيك اريا بتبعت انهيبيتوري امبلس والابنيوستيك بتبعت ستيمولاتوري امبلس. الامبلس بتاعه النيموتاكسيك اريا بتشورت الديوريشن بتاع الانهيليشن لانها بتلهوج الانسبيراتوري سنترز، انما الابنيوستيك اريا بيديها وقتها اكتر، بتخلي الانهاليشن او الريسبيراتوري دي الريسبيراتوري ريت لونج وديب. في معلومه بتقول لك ايه، بتقول ان النيموتاكسيك اريا لما بيبقى مور اكتف يبقى البريسنج يبقى مور رابت، وده قلناها وشرحناها. في معلومه تحت بتقول اهي ان النيموتاكسيك اريا از اكتف ات اوفررايد السيجنالز فروم الابنيوستيك اريا. ما انا بقى يعني احنا في الحياه بنتنفس بقى عادي، مش هداني بقى تحت كنترول بتاع الابنيوستيك اريا فتره طويله، فبقى نفس الصور مش طول الوقت انا بعمل كده، مش طول الوقت انا بعمل كده، الريزم بتاع النفس اسرع من كده. فالابر هاند للكنترول بيكون ان متاكسك اريا اكتر، هما الاثنين شغالين مع بعض عادي في نفس الوقت برضو، بس الابر هاند للنيموتاكسك بنحط عليه نجمه. زي مثلا يا اولاد البلاد فيسلز والبلاد بريشر بيتحكم فيه سمباثيك وباراسمباثيك، بس الابر هاند للسيكا للسمباثيك عشان يحافظ على الفازو كونستريكشن بتاع البلاد فيسلز شويه، فيحافظ على البلاد بريشر ما يسيبش الموضوع تاخد راحته قوي. فانا برضو في الريسبيريشن النيموتاكسيك اريا هي ليها الابر هاند شويه عن الابنيوستيك اريا. كده احنا خلصنا مين؟ خلصنا البيزك ريزم بتاع الريسبيريشن اللي متحكم فيه المظله، وخلصنا الكوردينيشن اللي بيحصل عليه واللي بيتحكم فيه السنترز اللي موجوده في البونز من نيموتاكسيك وابنيوستيك اري. طب هل في فاكتورز تانية بتعمل ريجوليشن للريسبيريشن؟ ايوه يا ولاد في حاجات تانية. انت مثلا ما جربتش مره تكتم نفسك؟ جرب تعرف تكتم نفسك، تعرف توقف نفسك فتره من الفترات عادي، بتتحكم في الموضوع ده بيحصل ازاي؟ الفولنتري كنترول ده بيحصل ازاي؟ بيحصل من خلال الكورتكس. تمام، الكورتكس ده قشرة المخ، فيها اماكن تقدر تخلينا نعمل فولنتري كنترول لعملية الريسبيريشن بتاعت، واحنا في الحياة محتاجين الموضوع ده، لان ده بروتكتيف ميكانيزم. مين انا لو دلوقتي في اوضة فيها اي ريحة مش حلوة او اي اريتانت سوستان، انا بحاول اكتم نفسي حد ما اخرج من المكان، فده بروتكتيف ميكانيزم للريسبيراتوري ايرواي بتاعي. فالفولنتري كنترول ده مهم، وربنا ادانا قدره ان احنا نقدر نتحكم فيه بنفسنا، ولكن وذ ليميت برضو. انا هديك حاجه، هديك نعمه بس في حدود حمايتك لنفسك، لكن وقت ما هتضر نفسك انا هسحبها منك. طب ربنا هيسحبها مننا ازاي؟
ان طول ما انا كاتم نفسي انا بعمل اكيوميليشن لكربون ديوكسيد في جسمي. الكربون ديوكسيد ده توكسيك. سبحان الله ربنا جعل الانسبيراتوري اريا يحصل لها, ربنا جعل الكربون ديوكسيد سترونج ستيمولس للانسبيراتوري اريا عشان هو حاجه توكسيك, فخلاه ستيمولس قوي للانسبيراتوري اريا يروح يشغله ولا اشتغلي, فيخلي الجسم فيخلي الشخص يفقد سيطرته على تنفسه. يبقى انا بعد ما كنت كاتم نفسي لا انا هرجع اتنفس عشان حصل اكيوميشن كربون ديوكسيد اللي لما زاد راح عمل لي ستيميوليشن انسبيراتوري اريا اللي خرجت لي امبلس للفرينك نيرف والانتركوستال نيرف وعملتني بقى كنت وعملنا كونتراكشن وخلى الدايفرام والانتركوستال مصر يعملوا كونتراكشن والريسبيريشن حصل. يبقى الكورتكس اهميتها ايه في عمليه عمليه الريجوليشن اوف ريسبيريشن, ان هي بتخلي الشخص عنده فولنتري كنترول وده بروتكتيف ميكانيزم لينا. ولكن ربنا ادى الكل ادينا النعمه ولكن بحدود. الحدود بتنتهي امتى؟ بتنتهي اول ما يحصل بيلد اب الكربون دايوكسيد والهيدروجين في جسمي, والكربون دايوكسيد ده سترونج ستيمولس اصلا انسبيراتوري اريا يروح يعمل ستيميوليشن ويشغله. تمام. في حاجه عايزين نعرف لما الكربون دايوكسيد يعني بيزيد في جسمنا ايه اللي بيحصل؟ بص يا ولاد, كربون ديوكسيد ده ليبيد سوليبل, يزيد في الجسم يدخل الخلايا في وجود الميه يتحد مع الميه في وجود الكربون كربونيك انهيدريز ويكون ايه الكربونيك اسيد. يبقى الكربون ديوكسيد عشان هو ليبيد سوليبل يقدر يدخل الخليه يتحد مع الميه اللي موجوده في الخليه في وجود الكربونيك انهيدريز يكون كربونيك اسيد. كربونيك اسيد ده انستيبل بيتحلل بسرعه, بيتحلل بسرعه على ايه؟ HCO3 وهيدروجين. يبقى دلوقتي انا عندي هيدروجين الغازات بتاعه التنفس كربون ديوكسيد وهيدروجين واكسجين يا ولاد, ده اللي بيهمني قوي في التنفس. فدلوقتي العمليه اللي حصلت دي تعني ايه؟ تعني ان زياده الكربون ديوكسيد مدبوع بزياده في الهيدروجين. منطقي جدا لان الكربون ديوكسيد هيخش الخليه ويتحد ويكون في وجود الكربونيك انهيدريز ويكون الكربونيك اسيد اللي هيتفكك لهيدروجين في الاخر. فزياده الكربون ديوكسيد زياده الهيدروجين, وزياده الهيدروجين تعني ايه؟ تعني نقص حموضيه الدم, ديكريز البي اتش بتاع الدم. زياده حموضيه الدم نقص يبقى فيها ديكريز البي اتش يعني. تمام. يبقى زياده الكربون ديوكسيد هو زياده في الهيدروجين اللي هي نقص في البي اتش عندي. طيب الليميتس الارتيريال بلاد ليفل للكربون ديوكسيد ايه؟ من 35 ل 45 يعني متوسط 40 مليمتر ميركوري. انت لما تشوف اصلا ورقه غازات الدم كده بيكون موجود فيها ايه؟ البي اتش والكربون ديوكسيد والاكسجين والهيدروجين. تمام. فنورمالي الكربون ديوكسيد بارشال بريجر اوف كربون ديوكسيد 40 مليمتر ميركوري. لو زاد الكربون ديوكسيد عن كده بيعمل حاله اسمها هايبر كابنيا, هايبر كابنيا او هايبر كاربيا. هايبر كابنيا ده يعني زياده الكربون ديوكسيد عن الليميتس بتاعته عن 40 ملم ميركوري. ونقص الارتيريال بلاد البارشال بلاد البارشال بريشر اوف كربون ديوكسيد عن 40 او هي عن 35 اصلا مش 40 بس هي عندكم يعني 40 اللي هو المتوسط. الحاله دي بنسميها هايبو كابنيا او هايبو كاربيا. تمام. يبقى خدنا نخرج من السلايدز دي بايه؟ من الكربون ديوكسيد ليبيد سوليبل بيخش الخليه يتحد مع الميه في وجود الكربونيك انهيدريز يكون الكربونيك اسيد اللي هو انستيبل بيتحلل بسرعه ويخرج الاتش سي او 3 وهيدروجين. يعني في النهايه زياده الكربون ديوكسيد هو زياده الهيدروجين ايون. طب ايه الليفل بتاع الكربون ديوكسيد في الدم؟ هو 40 ملم ميركوري. زاد عن كده يعمل لي حاله اسمها هايبر كابنيا, الا عن كده هايبو كابنيا. والاخطر الهايبر كابنيا الاخطر, لان الهايبر كابنيا ده هي سترونج ستيمولس لمين؟ الانسبيراتوري اري. انما الهايبو كابنيا مش ستيمولس لحاجه قوي. تمام. فانا اللي يهمني الهايبر كابنيا. بصوا يا اولاد احنا قلنا غازات التنفس الاساسيه عندي مين؟ كربون ديوكسيد هيدروجين اكسجين. هو الكربون ديوكسيد والاكسجين يعني الهيدروجين ده هو بس زياده مع زياده الكربون ديوكسيد بيحصلوا اتنين مع بعض يعني, فدايما برفقهم سوا. طيب غازات الدم دي لما تختل ويزيد الاكسجين ويزيد قصدي الكربون ديوكسيد عن الطبيعي ويزيد الهيدروجين ويقل الاوتو
مين اللي هيحس الموضوع ده؟ اللي هيحس الموضوع ده مجسات لغازات الدم. ايه هي المجسات بتاع غازات الدم دي؟ كيمو ريسبتور. يبقى كيمو ريسبتور دي ما هي اللي مجسات لغازات الدم. تلاحظ اي زياده في الكربون دايوكسيد والهيدروجين نقص في السي او 2 تروح بسرعه عن الاسبيراتوري اريا تقول لها اشتغلي. تمام، اشتغلي يعني ايه؟ يعني الريت والدبس بتاع البريسنج هيزيد. ريت والدبس بتاع ليه؟ عشان اعمل هايبر فنتيليشن. هايبر فنتيليشن تنفس بسرعه بريت ودبس، فخرج الكربون دايوكسيد بسرعه ترد، لان هو توكسيك لجسمي، فخرجه ودخل اكسجين مكانه، خرج ودخل اكسجين مكانه. يبقى الكيمو ريسبتور بتديتكت التشينجز في البلد، في الارتيريال بلد جاسز، من زياده الكربون دايوكسيد ونقص وزياده البي اتش ونقص الاكسجين، وتروح تعمل ستيميوليشن وتروح للانسبيراتور ايريا تقول لها اشتغلي بسرعه عشان احنا عندنا كربون دايوكسيد في جسمنا كتير، فتشتغل فتزود الريت والدبس بتاع الانسبيريشن. في الحاله دي اسمها هايبر فنتيليشن. هايبر فنتيليشن عشان اطرد الكربون دايوكسيد وانهيل او2 اكسجين. يعني الكيمو ريسبتورز دي يا ولاد بقى اللي هنتكلم عنها. ماشي، نقول بس معلومه كده، الانسبيراتوري سنتر از مور سترونجلي ستيموليتد وين البي او2 رايزنج اباف النورمال. بيقول لك يعني ان الانسبيراتوري سنترز بتستجيب بشكل قوي قوي للكربون دايوكسيد، لزياده الكربون دايوكسيد عن فكره نقص الاكسجين. يعني اول ستيمولس، اول فيرست لاين يبتدى تشغل ان بس مجرد ما الكربون دايوكسيد يزيد، مش نقص الاكسجين هو الاستيمولس القوي. عادي في ممكن نمشي نفسنا لو اكسجين قليل شويه، انما الكربون دايوكسيد لا، ده يعمل ستيميوليشن في ثواني. تمام، بيقول لك بقى انا حاله الهايبوكابنيا، يعني لو انا عندي نقص في ثاني اكسيد الكربون شويه بسبب يعني لو في حد عمال يمثل انه عمال يعمل هايبر فنتيليشن هايبر فنتيليشن، هيبقى عنده نقص في الكربون دايوكسيد. الحاله دي اسمها هايبوكابنيا، مش خطيره او ما نعتدش بيها يعني. ودي بتحصل، يعني حاله الهايبوكابنيا دي بتحصل مع الناس يعني اللي بيحاولوا يعملوا هايبر فنتيليشن بشكل ارادي. تمام، كيمو ريسبتورز بقى اللي هنتكلم عنها يا ولاد. كيمو ريسبتورز هي مجسات غازات الدم، عندي منها نوعين سنترال وبريفرال. مجسات غازات الدم، ايه هي غازات الدم اصلا؟ كربون دايوكسيد هيدروجين اكسجين. بس مين اللي احنا الاستعراضات اللي فاتت كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم عن كربون دايوكسيد والهيدروجين. هقول لكم ليه مش حاطه الاكسجين دلوقتي. يبقى دلوقتي اهميه الكيمو ريسبتورز ايه؟ هي بتمونيتور الليفل بتاع الكربون دايوكسيد والهيدروجين، وبتبروفايد انبوت للريسبيراتوري سنترز. يعني مش بس بتديتكت التغيرات دي، لا بتديتكت وبتبلغ عشان الريسبيراتوري سنترز تشتغل. فدلوقتي الامبورتنس بتاع الكيمو ريسبتور سواء هي سنترال او بريفرال، هي ان هي بتمونيتور السي او 2 والهيدروجين، وبتبروفايد انبوت للريسبيراتوري سنترز. ولكن فين الاكسجين يا ولاد في الموضوع ده بقى؟ قلنا غازات الدم كربون دايوكسيد وهيدروجين وسي او 2. الاو 2 الديفيشنسي فيه ما بيلقطوش غير البريفرال كيمو ريسبتور. يبقى نقص السي او 2 مين اللي هيحس بيه؟ البريفرال كيمو ريسبتور. البريفرال هي اللي بتحس الاو 2، بعيده بس حساسه. بريفرال بس حساسه للاو 2، انما البريفرال كيمو ريسبتور بتشتغل عادي زي السنترال، تستجيب للسي او 2، بتديتكت السي او 2 والهيدروجين ونزود عليها الاكسجين. ولكن يا ولاد انا حساسه، بس حساسه وقت ما الاكسجين يبقى ما بين 50 و100، النورمال بتاع البلاد الارتيريال بارشال بريشر اوف اكسجين يكون 100 النورمال. ولكن انا بديتكت الديفيشنسي لحد 50. لو حصل ان الديفيشنسي قل عن 50، خلاص انا مش هقدر اديتكت حاجه تاني، لان كل حاجه في الجسم بتنهار. سيفير ديفيشنسي للاو 2 عن 50 يا ولاد بيدبرس. شفتوا القهر؟ بيدبرس الاكتيفيتي بتاع السنترال كيمو ريسبتور والانسبيراتوري اريا. خلاص مش حاجه عارفه ما هي الكيمو ريسبتور دي نفسها المفروض بتتنفس، هي كمان مش عارفه تتنفس بسبب النقص الشديد ده، والانسبيراتوري اريا هو كمان في الحاله تزداد سوءا والتنفس يزداد سوءا ويقل الاكسجين اكتر واكتر واكتر. تمام، يبقى انا عندي الكيمو ريسبتور في منها سنترال وبريفرال. قلنا السنترال الاثنين بيمونيتور الليفل بتاع الكربون دايوكسيد والهيدروجين، بروفايد معلومات للانسبيراتوري سنترز. ولكن زودنا في البريفرال كيمو ريسبتور ان هو بيديتكت الديفيشنسي بتاع الاو 2،
ولكن لحد حدود معينة من 50 لـ100، قال عن كده خلاص كلنا هننهار. طيب الكيمو ريسبتورز السنترال بتدكت التشينجز بتاع الجازس اللي موجودة في جسمنا فين بقى؟ في السي اس اف. السنترال بتشوف التغيرات في السي اس اف، ما هي اللي ماشي في السي اس اف ماشي في البلد ده برضه، هي نفس الغازات نفس الفلويد، نفس الفلويد اللي هو ماشي فيه نفس الغازات. يبقى السنترال عشان هي سنترال بتديتكت التغيرات في السي اس اف، انما البريفرال بتديتكت التغيرات في البلد. مكان بقى السنترال كيمو ريسبتور هي موجوده فين؟ موجوده في المظله اوبلونجيتا نير، او يا اما هي موجوده فيها يا اما موجوده قريبه منها. يبقى السنترال كيمو ريسبتور موجوده في المظله اوبلونجيتا بتديتكت اللي تشينجز في السي اس اف، بتمونيتور الليفل بتاع السي او 2 والهيدروجين، وبتدي معلومات للريسبيراتوري سنترز. طيب البريفرال كيمو ريسبتورز موجوده في مكانين، اورتك بادي وكاروتيد بادز. يبقى البريفرال كيمو ريسبتورز موجوده في الاورتك بادز وكاروتيد اي وسي، اورتك وكاروتيد، وهناخد هنشرحهم دلوقتي بالتفصيل. وبتديكت برضو كل التغيرات في غازات الدم من كربون دايوكسيد وهيدروجين واكسجين، بس الاكسجين لحد حدود من 50 لـ100. بيقول لك ايه معلومه تحت يا اولاد؟ ان السنترال كيمو ريسبتورز بتستجيب بشكل قوي قوي للهيدروجين، تمام؟ الهيدروجين. يبقى السنترال كيمو ريسبتور بتستجيب بشكل قوي لمين؟ للهيدروجين. بتستجيب بشكل قوي للهيدروجين، تمام. احنا قلنا ايه الحاجات اللي بتستجيب بشكل قوي؟ الكيمو ريسبتورز، تمام. كيمو ريسبتورز بشكل عام، والانسبيراتوري اريا بشكل خاص بيستجيبوا مين بشكل قوي لزياده الكربون ديوكسيد في الجسم. والسنترال كيمو ريسبتورز نزود عليها زياده حساسيتها لزياده الهيدروجين في الجسم. والبريفرال كيمو ريسبتورز نزود عليها معلومه ايه؟ ان هي رغم انها بريفرال بس بتديتكت الديفيشنسي في الاوتو، ولكن وزن لامت من 50 لـ100. قال لي عن كده كلنا هننهار، كيمو ريسبتور هينهار وانسبيراتور ايه هينهار واكسجين هينهار اكتر واكتر، تمام. دلوقتي بقى احنا هناخد الكاروتيد بودي بادز والاورتيك بادز والكاروتيد بادز اللي هي البريفرال كيمو ريسبتورز، انا استفيد في شرحها شويه. بصوا احنا قلنا البريفرال كيمو ريسبتورز موجوده مين؟ موجوده فين؟ في الاورتيك بادز والكاروتيد بادز، تمام. اهي الاورتيك بادي، الاورتيك بادي موجوده فين يا ولاد؟ اهو موجوده في الارش اوف في الاورتيك ارش، ثواني. موجوده مين؟ موجوده فين؟ في الاورتيك ارش، تمام. يبقى الكاروتيد بادز موجوده اهي، كاروتيد بادز موجوده، الكيمو ريسبتورز موجوده في الاورتيك بادز والكاروتيد بادز. والكاروتيد بادز موجوده مين؟ موجوده فين؟ موجوده في الارش، اورتيك ارش، اهو اللفه دي الاورتيك ارش. طب الكاروتيد بادي، كاروتيد بادي موجوده فين؟ موجوده في الليفت والرايت كومن كاروتيد ارتري، ماشي. ده كومن كاروتيد ارتري. يبقى الكاروتيد بادز موجوده فين؟ موجوده في الكومن كاروتيد ارتريز ليفت ورايت. نقول تاني، اول معلومه خدناها في البريفرال كيمو ريسبتورز ان هما اتنين، اورتيك وكاروتيد. الاورتيك بادز دي موجوده فين؟ موجوده في الارش اوف اورتا، والكاروتيد موجود في الكومن كاروتيد ارتريز رايت وليفت، تمام. طيب شكل البادز دي عامله ازاي؟ الاورتا اورتا اورتا كلاسترز اوف كيمو ريسبتور، تجمعات كده فوق بعضها فوق بعضها فوق بعضها، كلاسترز من الكيمو ريسبتورز. يبقى الاورتيك بادز عباره عن كلاسترز من الكيمو ريسبتورز موجوده في الارش اوف اورتا، كلاسترز من الكيمو ريسبتورز موجوده في الارش اوف اورتا. طب الكاروتيد بادز اوفال، طبعا الرسم اكيد مش موضح حاجه، اوفال نيديول كاروتيد نقول جايه من الكوره، كوره كاروتيد كوره، فهي اوفال نيديول موجوده في الكومن كاروتيد ليفت ورايت، تمام. سواء الكاروتيد بادي او الاورتيك بادي الاثنين موجودين
قريبين من ال من البارو ريسبتور. مين البارو ريسبتور دي؟ بارو ريسبتور دي مجسات بس للبلاد بريجر، انما الكيمو ريسبتور مجسات لمين؟ مجسات لغازات الدم. البارو ريسبتور مجسات با 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 يبقى للبلاد بريجر، مجسات للبلاد بريجر. تمام، نقول تاني البريفرال كيمو ريسبتورز. غمض عينك وقول هما نوعين، كاروتيد واورتيك. كاروتيد موجود في مين؟ في الكومن كاروتيد ارتريس. كاروتيد يبقى كومن كاروتيد، كاروتيد يبقى كومن كاروتيد، اورتا يبقى ارش اوف اورتا، الاثنين من بعض. الكاروتيد شكله ايه؟ اوفال نيديول، اوفال كوره يبقى اوفال نيديول. انما الاورتيك كلاسترز اوف كيمو ريسبتورز. سواء الكاروتيد او الاورتيك الاثنين موجودين كلوز تمين، كلوز للبارو ريسبتور. مين البارو ريسبتور؟ دي مجسات سنسوري للبلاد بريشر. ونعرف المعلومه دي مهمه قدام. انا كده خلصت مين؟ خلصت الشيب والسايت. تمام، هي مجسات بتحس حاجه وتنقلها، بتحس الغازات والليفل بتاعها وتنقله، فلازم تتنقل خلال اكزونز. فالاكزون اوف سنسوري نيرون بتاع الكاروتيد بودز هو مين او جاي منين؟ جاي من الفيجاس، جاي من الفيجاس العصب الحائر الرقم 10. يبقى الاكزونز اوف سنسوري نيرون ان خلاص الكيمو ريسبتور هتحس بحاجه وعايزه تنقلها، تنقلها من خلال ايه بقى؟ خلال الفيجاس نير، فيجاس. طيب الاورتا بقى، الاورتا الاورتيك بادز بتنقل، بتحس، بتنقل الاحساس ده او الاكزون بتاع السنسوري نيرون من خلال ايه؟ خلال الرايت والليفت جلاسو فارينجيال نيرف التاسع. نقول تاني، انا مش عارفه اسكمها. الاكزونز اوف سنسوري نيرون هو الفيجاس العصب العشب، مش الكاروتيد هو كره، والكره في الكاروتيد بادز شكله اوفال، هي عباره عن اوفال نيديول، والاوفال ده يعني دايره كده بنرسمها دايره، والدايره ده يعني خمسة. ف وانا عندي الكاروتيد بادز دي موجوده في الرايت والليفت كومن كاروتيد، يعني انا عندي كده 50 5 و 5 10. يبقى الاكزونز بتاع النيرون من خلال الفيجاس اللي هو العصب رقم 10، اي تقليل اي نيمونيك كده. والاورتيك بقى يبقى العصب رقم 9 الثاني، جرسو فارينجيال نيرف رايت وليفت. تمام، احفظها بقى صم. يبقى انا يا ولاد كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الكيمو ريسبتورز اللي هي مجسات غازات الدم، وان احنا عندنا منها نوعين. تمام، سنترال وبريفرال، الاثنين مع بعض بيديتكت وبيبروفايد معلومات للانسبيراتوري اير، بيديتكت التشينج في الكربون دايوكسيد والهيدروجين، ولكن الاكسجين هيحسوا البريفرال والهيدروجين هيحسوا اكتر السنترال. واتكلمنا عن ان السنترال بتحس التغيرات في السي اس اف، والبريفرال بتحس التغيرات في البلد. بعدين قلنا اماكن تواجدها، السنترال موجوده في المظله اوبلونجاتا لوكيتد ان اور نير، انما في البريفرال موجوده في الكاروتيد والاورتيك. خدنا البريفرال كيمو ريسبتورز واتكلمنا عنها بشكل منفصل، اتكلمنا عن سايت وشيب والاكزون بتاع السنسوري نيرون، وان احنا عندنا كاروتيد واورتيك. بصوا على الرسم واحفظوها من الرسمه وسكموا المعلومات، لازم نعرف السايت والشيب والاكزونز بتاع السنسوري نيرون، احفظها صم. طب هل في حاجه تانية يا ولاد بتتحكم في بتعمل ريجوليشن للريسبيريشن او بتتحكم في عمليه الريسبيريشن؟ ايوه، جربت في مره، مش اكيد كلنا جربنا في اول ما بنيجي نعمل تمارين كده بتلاقينا عمالين ناخد نفسنا بسرعه 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 بسرعه. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انا عندي حاجه اسمها بروبريو ريسبتور. موجوده فين البروبريو ريسبتور دي؟ موجوده في التندونز والماسلز، وهي اللي بتديتكت التشينجز اللي بتحصل في البوزيشن بتاع الاماكن دي. تمام، فانا في بدايه التريننج او بدايه الاكسرسايز بيحصل تغيرات للبوزيشن بتاع الماسلز والتندون والجوينت، فالبروبريو ريسبتور تبعت اشارات للانسبيراتوري اير تقول لها اشتغلي، ده الماسلز دي والجوينت دول هيشتغلوا دلوقتي فهم عايزين اكسجين، فتعمل اكسايتيشن للانسبيراتوري اير، تخلي الانسبيراتوري اير تشتغل.
فانت يا عيني في بداية التمرين لسه بتسخن، لسه يا دوب لسه ما لحقش كربون ديوكسيد يتراكم عندك في جسمك عشان الاسبيراتوري اريا تشتغل. هي اشتغلت من قبل ما الحاجات دي تتراكم. انت اشتغلت ليه؟ عشان وجود البروبري ريسبتورز اللي هي بتروح للانسبيراتور ايريا وتلاقيها اشتغلت بسرعه، مفيش وقت للتفسير. ده الاماكن دي بتتغير، ده اماكن الجوينت والمسلز عماله تتغير، فيلا اشتغلي بسرعه. فده اللي بيحصل بالظبط كده. اول ما تيجي تعمل التريننج او تبذل مجهود وقبل ما يحصل اي تغيرات في غازات الدم، تكون بقى البروبري ريسبتورز لقطت التغيرات اللي حصلت على مستوى الجوينت والمسلز دي، وتبعت بقى للانسبيراتوري اريا في المظله الاوبلونجيه تقول لها اشتغل. يبقى دلوقتي لو جالك سؤال ايه دور البروبري ريسبتور في عمليه الريجوليشن اوف ريسبيريشن، والله هو دورها بس في بدايه الاكسرسايز، هي بتبعت اشارات بسرعه قوي للانسبيراتوري اريا بتاع المظله وتقول لها يلا اشتغلي بسرعه من قبل ما يحصل اي تغيرات اصلا في غازات الدم. طيب هل في حاجه تانية برضه بتريجريت عمليه البريسنج؟ ايوه، مش بتريجريت قوي، هنعرف دلوقتي. حاجه اسمها انفليشن ريفلكس او هيرنج برير ريفلكس. هيرنج برير ريفلكس ده بروتكتيف ميكانيزم بيحميك من ان انت تفقد الالاستيسيتي بتاع اللنج بتاعتك. وهي برضو اللنج دي بتتسع مع الهواء، بتحصل لها ريكويل تاني لما بتخرج منها الهواء. فانا لو دنيتني احاول اوسع 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 قوي في اي الاستيك تيشو هيتقطع. فربنا خلق لنا بروتكتيف ميكانيزم نحافظ بيه على الالاستيسيتي بتاع اللنج. بقولك ايه اسمه ايه بقى؟ هيرنج برير ريفلكس او انفليشن ريفلكس. لما بيحصل اوفر ستريتش لللنج، ماشي، في ريسبتورز موجوده في الفيسرال بلورا والبرونكايو الفيولاي بتديكت خلاص ده في ستريتش زاد حصل. فتروح جايه بقى الريسبتورز دي تبعت امبلس بسرعه للريسبيراتوري سنترز وتعملها انهيبيشن، تنهبت الريسبيراتوري سنترز، تقول لها مش تغليش كفاية عشان تحمي اللنج، تمام؟ فالانسبيريشن يقف. يبقى الهيرنج برير ريفلكس ده ايه؟ ده بيقولك ان مع الاوفر استرتش لللنج هيحصل استيميوليشن للاسترتش ريسبتورز اللي موجودة في الفيسرال بلورا والبرونكاي والالفيولاي، تبعت امبلس من خلال العصب الحائر الفيجاس. زي مين؟ زي الكاروتيد بوديز بتبعت برضو للفيجاس، وتروح للاسبيراتوري سنتر تقول لها اشتغل ما تشتغليش، تمام؟ طيب دلوقتي هي هتروح للاسبيراتوري اريا وتقول لها ما تشتغليش بشكل مباشر، وهتروح للامنيوستيك اريا برضو تقول لها ما تشتغليش بس مش بشكل مباشر. مش بشكل مباشر يعني ايه؟ يعني هي كونها ان هي تخلي الاسبيراتوري اريا ما تشتغلش خلاص هي مش شغاله. فبالتالي منطقي كده، منطقي الامنيوستيك اريا مش هتخاف ان هي ما تشتغلش، اصل في حاجه راحت للانسبير لا ما تشتغلش، يبقى انا خلاص انا مش هينفع اعمل لها استيميوليشن دلوقتي، ده خلاص خلاص، عارف اللي هو يخاف ده. فالانسبيراتوري اريا الستريتش ريسبتور ده بعت امبلس الانسبيراتوري اريا وتقول لها ما تشتغليش، تمام؟ والابنيوستيك اريا برضو مش هتشتغل كنتيجه لان الانسبيراتوري اريا مش شغال. والانفليشن ريفلكس ده بروتكتيف ميكانيزم جدا عشان يحمي الالاستيسيتي بتاع اللنج وبيريفنت الاكسسيف انفليشن لللنج يعني. فهو في معلومه تحت هنا، استنى يا ربي، بتقول لي معلومه تحت اللي هي بالاحمر دي، ان الانفليشن ريفلكس نوت كومبوننت اوف ريجوليشن ميكانيزم. هو مش حاجه بتنظم عمليه التنفس، هي بروتكتيف ميكانيزم اكتر، تمام؟ طيب احنا ده كله تحت عنوان ايه؟ تحت عنوان ايه الحاجات اللي بتعمل ريجوليشن البريسنج. بعد ما خلصنا المظله اللي هي بتاع البيزك ريزم، وخلصنا الحاجات اللي بتعمل، وخلصنا البونز اللي هي بتعمل ريجوليشن للريزم ده، وخلصنا الكورتكس اللي بيخليني اعمل فولنتري كنترول، وخلصنا لما ببدا في الاكسرسايز ليه بيحصل البروبري ريسبتورز والتغيرات اللي بتحصل، وخدت بروتكتيف ميكانيزم معايا زي الانفليشن ريفلكس، في حاجه اسمها الليمبيك سيستم ريجوليشن. شفتوا هقول لكم ايه بتحصل ساعات مع البانيك اتاك؟ حد يتعرض لانكزايتي ياخد ديب انسبيريشن وديب اكسبيريشن بسرعه 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 سريع كده، اللي هو ايه الانكزايتي بتعمل ستيميوليشن للليمبيك سيستم، والليمبيك سيستم يبعت اكزايتاتوري امبلس للانسبيراتوري ايه يقول لها اشتغلي فتشتغل. فافتكروا الليمبيك سيستم ده
لما بيحصلوا استيميوليشن ما بيلمهاش، هو ليمبك بس ما بيلمهاش، بيزود الريت والدبس بتاع الفنتيليشن. يبقى الانكزايتي، يبقى الليمبك سيستم وقت الانكزايتي ما بيلمهاش، الليمبك سيستم وقت الانكزايتي ما بيلمهاش وبيزود الريت والدبس بتاع الفنتيليشن، تمام؟ لان الانكزايتي بتعمل استيميوليشن الليمبك سيستم، والليمبك سيستم يعمل استيميوليشن اسبيراتوري اير. طب التمبريتشر، التمبريتشر هتعلي، هتعلي هعلي، هي السلايد دي هتعلي هعلي، انكزايتي وهنتعصب هعلي الريت والدبس بتاع الرزق، هبص هحاربك بتنفسي دلوقتي، ده في الليمبك سيستم. تمبريتشر نفس القصه، هتعلي هعلي، هتعلي هتعلي حراره تعمل مجهود، هتعلي حراره وتعمل مجهود عالي، يعني انت دلوقتي هتعمل ميتابوليزم كتير يعني هتزيد الكربون دايوكسيد، فخلاص يلا نعلى بقى ايه بالريسبيراتوري ريت، ما انا عايز اعمل هايبر فنتيليشن، تمام؟ هتوطي هتعلي هتعلي، هتوطي بقى هتوطي درجة الحرارة هتقل، انا كمان هقل معاك الريسبيراتوري ريت، بس يعني مش محتاج قليل سيكفي. كولد ستيمولاس بقى، جربت تاخد تنزل تحت المية دش سريع كده، واول ما بتدخل تحت المية بتكتم نفسك كده، عارف تمبوراري ابنية بتعملها كده، هو هو الكولد ستيمولاس بتعمل كده في البداية تمبورال ابنية، تمام؟ على فكرة ولو استمر، ولو استمرت، لو استمر الكورد ستيمولاس ده، في ناس بتموت من البرد، هو ده موت بالبرد فعلا، ان الريسبيراتوري ريت بيقف، ده احد احد الميكانيزمات. فدلوقتي السلايد دي هتعلي هنعلي، الليمبك سيستم ما بيلمهاش، تحصل انكزايتي هحاربك بتنفسي، التمبريتشر هتعلي هنعلي، تعمل لي يبقى عندك فيفر وفيجرس اكسرسايز، هعلي نعلي الريسبيراتوري ريت كده عشان نخدم على بعض وتديني اكسجين ونطرد الكربون دايوكسيد، هتقلل لي التمبريتشر هقل معاك في الريسبيراتوري ريت، مش محتاجه قوي، كولد ستيمولاس ابنيه. البين بقى، البين ثلاث انواع، والله لو صدم سفير بين شفت اول ما تتشكي كده بحاجه بيحصل لك بريف ابنيه زي الكولد ستيمولاس كده، والكولد ستيمولاس الكولد كولد تمبريتشر الصادن ده برضو بيخليك تعمل ابنيه كده، هي نفس القصه البين برضو لانه بيعمل سلايتلي بين برضو. البين بقى لو صادن وسيفير يعمل لي بريف ابنيه، بريف ابنيه يبقى الصادن وسيفير بريف ابنيه. البرولونجد سوماتيك بين بقى انكريز، بيزود الريسبيراتوري ريت، يبقى البرولونجد برولونجد برولونجد بين بيبقى برولونجد ريسبيراتوري ريت، انكريز ريسبيراتوري ريت، انكريز ريسبيراتوري ريت. طب الفيسرال بين، شفت لما بيكون عندك مغص وتوطي كده تحاول تكتم نفسك، هي برضه بيديكريز ريسبيراتوري، انت مش عايز تشغل حتى عضلات بطنك انها تبذل مجهود، مش عايز مجهود عشان مش عايز الحاجه اللي بتوجعك دي تتحرك. يبقى البين ثلاث حاجات، لو صدم وسيفير هعمله زي الكولد ستيمولس بتاع التمبريتشر ابني على طول، برولونجد سوماتيك بين برو انت مطول بقى، فاحنا انكريز ريسبيراتوري ريت. فيسرال بين بيعمل افتكر وجع بطنك وتقول لي ديكريز ريسبيراتوري ريت. طيب ايه الحاجات اللي احنا دلوقتي تحت عنوان ايه الحاجات اللي بتعمل اللي بتتحكم في التنفس وبتخلي التنفس الريجيوشن بتاعه يختل شويه؟ لما يحصل اريتيشن اوف الاير واي، لو حصل اريتيشن اوف الاير واي باي كيميكال سبستانس او فيزيكال سبستانس بيحصل ستيموليشن للفارينكس واللارينكس. في البدايه كده بيبقى عندك ايه ابني او سيسيشن للبريسنج، بتوقف نفسك في البدايه، بعدين بقى فولود باي ايه كاف وسنيسنج بقى، عشان لو مثلا حاجه دي انت اتنفستها او حاجه دي انت كلتها، فبروتكتيف ميكانيزم لازم يحصل كافنج وسنيزنج للحاجات اللي عماله تدخل دي. انا في البدايه انت بتحاول تعمل فولنتري كنترول فبتوقف نفسك، وبعدين الموضوع بيفلت منك ويحصل كافنج بقى وبريسنج وبيزيد الريسبيراتوري ريت كل حاجه، تمام؟